لطيف أبو عمر من مواليد دير الزور، مقيم بعزاز، مستلم مطعم فتافيت بإدارة أبو عدنان باسل مرانازي. والمطعم يتضمن بين أكل شرقي وغربي. فانطلقنا انطلاق صار لنا الحمد لله شهر، وكانت انطلاقة كويسة جدا جدا وإقبال جميل، يعني بناح الوضع الراهن أسأ بهذا الظروف. فكانت الظروف يعني جيدة للمطعم الحمد لله. واللي ميزنا أكثر بالمطعم أنه تقديمنا للقشة بأسلوب شبه احترافي، تميزنا اختلطنا بين الأكل السوري كله قدمناه بسفرة واحدة. فجمعنا بين الشامي وبين الحلبي وبين الديري، طبقناها على يعني على طبق واحد، عرفت، وسميناها أكلة مشكلة أو أكلة قشة مشكلة. فتتضمن القشة يعني هي اللي أكثر شيء شهرتنا الحمد لله، ونجحت معنا وكان أمورنا موفقة جدا. فالإقبال كان غير متوقع إقبال عليها، والحمد لله العالم رغبتها وحبتها كثير. فالأمر يعني ما كنا متوقعينه يعني، والحمد لله تميزنا كمان بالمندي، اشتغلنا المندي اليمني على أصوله في تنور، تمام، والكبسات، البرياني الغربي كمان اشتغلناه كمان الحمد لله كان إقباله جيد جدا. فالله وفقنا وإن شاء الله نظل مستمرين على هذا الأمر. يعني أنت لهذا الإنسان طلعنا بعد الطبخ وبعد هيك هذا يتقشر من هون بإنشال الجلدي ليتقدم للزبون، هاي نسميها فتة لسانات، لسان كامل، تمام. قش اشتغلناها نحن على، قلت لك هي أكلة شعبية سورية بكافة المحافظات، فأنا جمعت بين كافة المحافظات وطبقتها على أسلوب نكهة فتافيت، عرفت علي؟ يعني هلأ مثلاً الشوام، تمام، يصيحوا السجقات، تمام، بنكهة يعني نكهة الشوام بدي أقول لك إياها، النكهة الشامية والنكهة الحلبية. النكهة الشامية ما بيحطوا لها حمص في قلب المصران أو السجقة، نحن حطينا جمعنا طبخة شامية حشوة حلبية تقديم فتافيت، يعني انه شكلناه بطريقة بس انه حطينا لمسة احترافية فقط لا غير، عرفت، والحمد لله يعني اقبالها جيد جدا. مراحل شغلها هي مراحل شغلها اكثر شيء عذاب، رغم انه يعني هي اكلة بسيطة بس ولكن فيها عذاب كثير، يعني بتنظيفها، تأمينها من المسلخ، كتنظيفها، يعني تمر على كذا يد عاملة لتوصل انت للناتج اللي بدك اياه. يعني القشة يعني هي الاساس، الراس، بعده الكرشة، المصران، تمام، المقدم، اللسانات، يعني لحمة الراس، تتقدم كلياتها بطبق واحد يكون شهي جدا. اقبال الحمد لله كان ممتاز جدا ممتاز، بالاخص عنا وبنكهتنا العالم رغبتها كثير. يعني حاول غيرت مرتين، غيرت النكهة، فلا العالم صارت انها تبدا ترجع عنك هالاولى. الحمد لله كان موفق هذا الامر. القشه شغلها عذاب بالنسبه لنسوان البيوت يعني، فتنظيفها وريحتها، فما يرغبوا يدخلوها على البيت بهذا الامر، وانا ما برغب بدخلها على المطعم. فانا بنظف بمحل وبجي بطبخ بمحلي هون، فانا ريحه هاي الامور مشان ما تكركب الصاله او تكركب المطبخ عندي، فانا ابعدها كثير، تنظيفه كامل. فانا هون بس عباره اجيب لك اياها، بجيبها هون عندي على الحشو وحشوها على الطبخ مباشر، والحمد لله يعني هلا تشوف بالطنجره شلون امورها.